ساعة مبروكة هذه وساعة زميلة هذه اللي كاين هذا الحشد الكبير ديال الفنانة اللي جاوا يحتفلوا مع الأخت الدنيا وجاوا فرحانين ليها في هذه المناسبة ديال العقيقة ديال بنتها. وحنا فرحانين لأن أولا هي عزيزة عليا وهذا الشيء قلنا في التلفزيون غادي تشوفوا إن شاء الله. وتا أنا حتى هي كتبادلني بنفس الشعور والوقيته اللي أنها يعني قررت أنها تدير هذه العقيقة فكانوا من الناس المطلوبين عندها ومحبوبين عندها حاجب أنه خصو يكون وجينا لبينا الدعوة ونطلبوا أنه الساعة تكون زوينة ونعطيوا هذاك الشيء اللي كانت تتمناه في الفن إن شاء الله والله يوفقها والله يزيدها.